السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد فإن الجماعة رحمة وإن الفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فما اجتمعت كلمة قوم قط إلا سادوا وملكوا. ما تفرقت كلمة قوم قط إلا فسدوا وهلكوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا يكاد يختلف اثنان من المشتغلين بهموم العمل الإسلامي المعاصر أن فتنة التشرزم والتصدع والتفرق إنما هي آفة الآفات وعلة العلل. تلك التي عوقت مسيره العمل الاسلامي وحالت بينها وبين ما تصبو اليه من الاستخلاف في الارض والتمكين للدين. وانه يجب ان تستنفر الجهود لدفعها ببصيره المؤمنين وجلاده المجاهدين. ان الفشل قرين التنازع. إن الله جل وعلا يقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. والفاء كما تعلمون للتعقيب. نعم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. لقد تجرع العمل الإسلامي في واقعنا المعاصر من ال تجرع ما تجرع من العذابات والمرارات والتصدعات والتراجعات بسبب ما غشي مسيرته من فتنة التشرزم والتهارج والتفرق والتصدع وفساد ذات البين إنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين فضيلة الشيخ موفق تحدث فافاض واجاد. وكالحاشيه على حديثه وارجو ان يتسع صدره وان يتسع وقتكم لهذا. سوف اسوق بعض النقاط ارجو ان ينفع الله تعالى بها. لو اردنا ان نناقش قضيه الاختلاف سوف نجد انه ينقسم الى ثلاثه انواع. الاختلاف في المذاهب الفقهيه والاختلاف في المذاهب الاعتقاديه، لكن فيه نوع ثالث مهم لازم نتكلم عنه لان معظم مشاكلنا ربما ترجع ليه. الاختلاف في في مجالات التدابير الاداريه وفي مجالات السياسه الشرعيه. وجل قضايانا ومشكلاتنا داخل المساجد مع مجالس الامناء ومع الجاليه لعلها من النوع الثالث. او نسبه كبيره جدا منها من النوع الثالث ليست فقط من النوع الاول او النوع الثاني طب كاطلاله سريعه حول الخلافات في الجانب الفقهي لا اظن احدا يتجاوز القصد ان قال ان نسبه من هذا الاختلاف مقصوده للشارع ابتداء فلو اراد ربك ان يكون القران والسنه على نحو لا يحتملان في الفهم الا وجها واحدا ما اعجزه ذلك. يعني كان من الممكن ان تكون نصوص القران والسنه جميعا قطعيه الدلاله. يعني تدل على المعنى ولا تدل على غيره فيجتمع الناس فيها على فهم واحد. وما كان ربك نسيه. لكن الله جل وعلا لم ينصب على جميع الاحكام الشرعيه ادله قاطعه بل جعلها ظنيه قصدا من اجل التوسعه على المكلفين لكي لا تحبس الامه في اجتهاد واحد او في فهم واحد قد تتجاوزه ظروف الزمان او ظروف المكان فتعنت الامه ويضيق عليها وترهقها من امرها عسرا. فمن خصائص هذا النوع من انواع الاختلاف انه واقع لا محاله. يعني اي حلم واحد بيقول الان احنا في عالم الانترنت وعالم التواصل عن بعد والجامعات المفتوحه والقريه الواحده ليش ما نجمع كل فقهاء العالم الاسلامي ونجمع كل مسائل الاختلاف وتنضرب في الخلاط ونطلع مذهب واحد كوكتيل يتخلص موضوع الخلاف ده ننهي من جذوره تبقى الامه كلها على فهم واحد وعلى مذهب واحد. يعني هذا حلم جميل لكنه عسير التحقيق واعتقد انه ليس من مقصود الشارع. يعني يعني لم يقصد الشارع ان تكون الامه في جميع المسائل الفروعيه الاجتهاديه على نحو واحد. نعم لأن هذا التنوع في الاجتهادات أضاف إلى الأمة ثروة تشريعية هائلة جدا انتفعت بها زمانا ومكانا وموضوعا كم من أراء في وقتها اعتبرت ضعيفة وبعضها قد اعتبر شاذا وبعد عقود من الزمن تحولت هذه الاجتهادات إلى سفائن يعني إلى سفاء النجاة وتحولت إلى مخرج من كثير من الفتن ومن كثير من التصدعات ولعل أقرب لمسلة على هذا اجتهادات شيخ الإسلام رحمه الله في باب الحلف بالطلاق والطلاق المعلق ونحوه وكم فتحت على الأمة أبوابا يعني من الخير في زمنه اتهم بها وابتلي بسببها وامتحن بسببها وبعد حين من الدهر فاء الناس الى هذه الاجتهادات مره اخرى، واصبحت منقذا لكثير من الاسر من الشتات والضياع. الطبيعه النصوص يعني عندما تكون النصوص حماله تحتمل في الفهم اوجها مختلفه. وعندما تكون العقول المستقبله لهذه النصوص متفاوته، النتيجه الطبيعيه لنصوص حماله وعقول متفاوته ان ينتج هذا بطبيعه الحال يعني في باب التطبيق ان ينتج اختلافات فروعيه عمليه كثيره لا تعد نقيصه في ذاتها لا تعد محنه في ذاتها لا تعد فتنه في ذاتها بل تعد توسعه ورحمه بهذه الامه المرحومه لقد كتب رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف فالامام احمد قال له بل سميه كتاب السعه وما اكثر ما ينقل في كتب اهل علم هذه المقوله إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. كان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا لأنهم إذا اجتمعوا على أمر فخالفهم رجل كان ضالا. ثم قال: وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة. يعني لكن التوسعة هذه لا تعني أن يؤخذ الدين بالهوى والتشهي، لأن حقيقة التكليف إخراج المكلف عن داعية هواه لكي يكون عبدا لمولاه، إن حقيقة التكليف فطم النفس عن الاسترسال مع أهوائها وشهواتها لكي يحكم شرع الله جل وعلا على نفسه. يعني مجرد ان المساله يعني فيها جمله اراء لابد ان تتعامل معها بآليه تبرأ بها ذمتك فعندما تختلف على المستفتي فتاوى المفتين يعني فليس له ان يتخير من بينها بالهوى والتشهي يعني بل لابد من اليه يسلكها لتبرأ بها لتبرأ بها ذمته لكي يغلب على ظنه انه يتبع حكم الله جل جلاله يعني وما مثل ذلك الا كمثل المريض عندما تختلف عليه تشخيصات الاطباء وعندما تختلف عليه وصفاتهم. يعني لابد له من طريق ما، لابد له من سلوك خطه ما لكي يطمئن على نفسه وعلى صحته وعلى انه يسلك المسار الصحيح في التعامل مع الحاله الصحيه او الوعكه الصحيه الراهنه التي المت به. فقد يبحث عن استاذ كبير جدا وينقل له كل الروشتات وكل الاوراق وقد يبحث عن مستشفى اكثر تخصصا يعني في النهايه لابد ان يبذل جهدا ما وهو الذي لم يقرا في الطب كلمه واحده ولا يعرف عن الطب شيئا لكن ساعتها يكون ما شاء الله يعني يكون بصره حديدا ويكون عقله حديدا ويستطيع ان هو يعني يتعامل مع هذا الموقف بما يحقق ارشد وانسب القرارات جميع اهل هذا الاختلاف في دائره الرحمه يعني الله جل وعلا قال ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك فاهل الاختلاف الفروعي في القسم الثاني في قسم الا من رحم ربك وليس في قسم ولا يزالون مختلفين لان الاختلاف نوعان يعني اختلاف في اصل المله او في اصل النحله في اصل المله كخلافنا مع الملل الاخرى اليهود والنصارى وغيرهم او في اصل النحله كخلافنا مع فرق الضلاله لان الفرقه ما كانت فرقا الا لانها تحزبت على اصول كليه بدعيه تخالف الاصول الثابته بالكتاب والسنه والاجماع يعني كيف أرجأت المرجئة وكيف تجهمت الجهمية وكيف رفضت الرافضة وكيف اعتزلت المعتزلة وكيف خرجت الخوارج وكيف تشعيت الشيعة ما كانوا كذلك إلا بتحزبهم على أصول كلية بدعية تخالف الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع يبقى عندنا خلاف في أصل الملة خلاف في أصل من أصول النحلة يعني هؤلاء في دائرة قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه يدخل في هذا أهل الاختلاف الفروعي أهل الاتفاق وأهل الاختلاف الفروعي لأن الخلاف الفروعي وقع ممن حصل لهم محض الرحمة وهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يخرجهم اختلافهم في هذه المسائل عن كونهم من المرحومين ف يعني إن أهل هذا الاختلاف في دائرة الرحمة ما لم يفض بهم هذا الاختلاف إلى تفرق إلى طعن في المخالف إلى قدح في دينه إلى قدح في عرضه أو في عدالته إذ يعني ما دام لم يحمله على بغي على المخالف فنحن لا نزال في دائرة الرحمة والتوسعة امتى يتحول الى خلاف مذموم اذا اصبح من معاقد الولاء والبراء اذا اخرج اصحابه عن جاده التراحم عندما تخترق به سياج الاخوه الايمانيه عندئذ يخرج عن دائره يعني الرحمه وعن دائره التوسعه. يعني ايضا يعني من يستقرئ الواقع التاريخي يجد ان اسلافنا عبر القرون لم تتجه ارادتهم الى حسمه وجمع الامه كلها على موقف واحد على مستوى يعني او على مدار القرون المتتابعه. لقد عرض ثلاثه من خلفاء بني العباس الخليفه ابو جعفر المنصور وابنه المهدي وحفيده هارون الرشيد، لقد عرضوا على الامام آه مالك ان يجعلوا من كتابه الموطأ المرجع الأعلى للدولة الإسلامية لكنه أبى ولم يطاوعهم على ذلك وكان توجيهه لهذا إن الصحابة تفرخوا في الأمصار وإن عند كل واحد وإن عند كل واحد من العلم ما ليس عند الآخرين وإن رد العامة عما ألفوه أمر عسير والحافظ ابن كثير يعلق على هذا فيقول كان هذا من تمام علمه وعدله واتصافه بالانصاف رحمه الله. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. يعني من معالم هذا الاختلاف عدم تاثيم المخالف. نخطئ نعم لكننا نؤثم لا. لا تقرن بين التاثيم والتخطئه. لا إثم على المخالف في هذه المسائل وإن أخطأ فإن أهل البدع هم الذين يقرنون بين التأثيم والتخطئ فنحن لا نقرن بينهما نحن نخطئ ونصوب لكننا لا ندخل المخطئ في دائرة الحر الشرعي وفي دائرة التأثيم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فله أجران أه اجر وكلنا نعرف قصه يعني بني قريظه وما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظه وتعليق الحافظ ابن حجر على هذا عندما يقول وقد استدل به الجمهور على عدم تاثيم من اجتهد نعم لأنه لم يعنف احدا من المخالفين فلو كان هناك اثم لعنف من اثم. لكن قطع واحد من الطرفين كان مصيبا والثاني كان مخطئا. هو لان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان له قصد واحد، ما كانش له قصدين. عندما قال كلامه كان يقصد به معنى واحد. فبعض الصحابه ادركه وبعضهم لم يدركه، فمن ادركه اجر مرتين ومن لم يدركه اجر مره واحده بارك الله فيكم يعني ايضا من القواعد المهمه في التعاون, في التعاون مع في التعامل مع هذا النوع لا انكار في مسائل الاجتهاد لا انكار في المسائل الاجتهاديه لكن الكلام الجميل ده يحتاج الى ضوابط يحتاج الى فرامل ما هو ضابط المسائل الاجتهاديه من ناحيه وما هو مفهوم الانكار المنفي من ناحيه اخرى لا انكار في المسائل الاجتهاديه. المسائل الاجتهاديه كل امر لم يرد فيه دليل قاطع من نص صحيح او اجماع صريح. كل امر لم يرد فيه دليل قاطع من نص صحيح او اجماع صريح. الانكار المنفي اللي هو يعني الطعن في المخالف. القدح في عرضه او في دينه او في عدالته. يعني لكن لا يدخل في الانكار المنفي المناقشه والحوار و... و... يعني يعني والتخطيئه ما هي المذاهب الفقهيه كلها كانت خلافا فروعيا. والخلاف بين مالك والشافعي كان خلافا عقديا؟ لا، كان خلافا فروعيا. ومع هذا كانت هناك مناقشات وكتب وتلاميذ ومؤلفات وكذا ولم يزل الحوار ولم يزل النقاش. يعني نحن بين بين طرفين يعني بين من يحاول ان يعقد الولاء والبراء على كل مساله فروعيه فيفرق الامه ويمزقها اشلاء وشظايا وفي المقابل من يحاول ان يجعلك تغلق فمك تماما فلا تتكلم في هذه القضايا مخافة الفتنة وتفريق الكلمة وتصديع الجماعة وكلا طرفي قصد الأمور ذميم والحق وسط بين الغلاة والجفاء لا انكار في المسائل الاجتهاديه، طبعا بيستثنى من هذا معتبر من قبيل زلات العلماء. وما وما كان شاذا. زلات العلماء والمواقف الشاذه المشتهرات من المسائل، يعني التي يقال ما هذه ما هذه. طيب مثل هذه المسائل لا ينبغي أن يعني أن تقدح في إحكام المسألة ولا تنطبق عليها قواعد لا إنكار على المخالف في مسائل الاجتهاد لو لم ننتبه لهذا المعنى سندخل في دين الله ما ليس منه خاصة في واقعنا المعاصر في زمن الغربة الثانية للإسلام لقد وجدنا في واقعنا المعاصر من يجعل فوائد البنوك أمر مشروعاً حتى بلغت الفتنة يعني أن من بقوا على عهد الله وميثاقه في تحريم فوائد البنوك أقصى ما يتطلعون إليه أن يقبلوا كرأي آخر في المجتمع يعني والله يا أخواني بس طب اسمعونا يعني يعني احنا برضو احنا أقصى ما, ما يطمحون إليه أن يستمع إليهم كرأي آخر لأن آلة الإعلام الجبارة استطاعت ان تسوق الفتنه وان تسوق الضلاله وان تجعل اهل الحق على فهذا ذكرني بانتشار الزنا اخر الزمان حتى يقول امثالهم طريقه اجتنبوا الطريق انا موافق على الزنا بس على جنب يعني <applause> تصل الفتنه في لحظه من اللحظات الى هذا الحد ان يقول أمثلهم طريقه اجتنبوا الطريق ف زلات العلماء ان لاهل العلم منهجا سويا جميلا. لا يقلد اصحابها فيها ولا يتابعون عليها وقد علم انها من قبيل الخطا البحت والزلل المحض. لكي لا ندخل في دين الله ما ليس منه. لا نهدم اصحابها ولا نطلق السنتنا فيهم بالثلب والطعن والعيب. لكي نحافظ على حمله الشريعه. فبالموقف الاول نحافظ على الشريعه. وبالموقف الثاني نحافظ على حمله الشريعه. يعني عندما نرد هذه المسائل لا نتقلدها دينا، لا ننتحلها معتقدا، عندما نفعل هذا نحافظ على الدين، فلا ندخل في نسيجه ما ليس منه. وفي المقابل ايضا عندما نحافظ على اصحابها فلا نهدمهم بسبب يعني زله او زلتين لانه من ذا الذي ما ساء قط. ومن له الحسنى فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قصط نعم من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبز طيب لأنه قد رفعت راية حمراء وحبيبنا الشيخ محمد وأنا أرجو أن تصبروا على هذا الرأي رأي صالح وأحسبه وأحسبه كذلك والله حسيبه ولا ازكي على الله احدا فارجو ان تتعاونوا معه مشكورين وان تعينوه على ان يؤدي مهمته وساكون اول من يسمع له ويطيع ان شاء الله والتزم التزاما حرفيا بكل توجيهاته بارك الله فيك. جزيت الجنه. <applause> اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين وعافنا فيمن عافيت. وتولنا في من تولي في مسألة مهمة جدا تتعلق بهذه النقطة أرجو أن تكون فائدة في مجلسنا هذا ترجع بها إن شاء الله يعني قال جواز العمل بالمرجوح والمفضول في هذه المسائل رعاية لمصلحة الاجتماع والائتلاف ودي مسألة مهمة جدا ومن تدابير السياسة الشرعية وتطبيقاتها في عالم الدعوة إلى الله عز وجل يعني إذا نزلت إذا نزلت بقوم المذهب الشافعي هو هو المنتشر فيقنطون في صلاة الفج ويجهرون بالبسملة في القراءة وأنت متربي على مذهب آخر إذا طبقت مذهبك الناس لا يستوعبونك لم تبلغ بعد لم يبلغ النضج الفقهي عند القاعدة عند العام من, من الناس ولا ده يقرأ الفتحة نقص آية ومن هنكسر آية تبقى الصلاة باطلة وكمان ما قناتش يد المصيبة فلما تجمع الاثنين دول مع بعض تطلع الصلاة باطلة في حس كثير من العوام المساكين فيعني رفقا بهم وتألفا لهم لا بأس أن تجهر بالبسملة وأن تقنط يعني وأن تترك ما تعتقده راجحا وفاضلا وأن تفعل ما تعتقده مرجوحا ومفضولا رعاية لمصلحة الجماعة والائتلاف ولأهل العلم مقالات في هذا وكان بعض الدعاه يظن ان ده كلام الحركات الاسلامية المعاصرة وكلام بعض الدعاه وبعض ويعني بعض الافندية. لا ده مش كلام افندية ده ده كلام ائمة كلام احمد بن حنبل وكلام ابن تيمية وكلام ناس كبار جدا لهم في نفوسنا يعني تقدير ووجاهة و يعني يعني وسوف اضرب على هذا الكلام <applause> اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين يعني سوف اسوق لكم امثله امثله على هذا لقد استحب احمد رحمه الله فيما ينقل عنه شيخ الاسلام ابن تيميه لمن صلى بقوم لا يقنتون بالوتر وارادوا من الامام الا يقنت لتاليفهم فقد استحب ترك الافضل لتاليفهم. في مقام اخر او سيقول ولذلك استحب الائمه احمد وغيره ان يدع الامام ما هو عنده افضل اذا كان فيه تاليف المامومين مثل ان يكون عنده فصل الوتر افضل بان يسلم في الشفع ثم يصلي ركعه الوتر. ثم كان يؤم قوما لا يرون الا وصل الوتر. يعني فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه، ثم قال: وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أفضل أو الجهر بها، وكان المأمومون على خلاف رأيه ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزا حسنا. في مقام آخر يقول ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة مثل فعل هذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما وقال الخلاف شر ثم بين الأصل الجامع لهذا كله فقال وهذا كله يرجع إلى أصل جامع وهو أن المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة ثم قال وإذا كان المحرم كأكل الميتة قد يصير واجبا للمصلحة الواجبة ودفع الضرر فلأن يصير المفضول فَاضِنًا لمصلحة راجحة أو لا المحمود والمذموم من هذا الاختلاف في في المسائل الفقهيه ما دام هذا الاختلاف لم يعني لم يفضي إلى تشرزم ولا إلى تنافر قلوب ولا إلى تناكر أرواح ولا إلى تغير فلا يزال الاختلاف في دائرة التوسعة ولا يزال الخلاف محمودا متى يكون مذموما إذا أفضى إلى تفرق وبغي وتشقيق عداوات إذا أفضى إلى تعصب لمقالات لإمة وجعلها عيارا على الكتاب والسنة فتنقلب المقاييس فيصبح الإمام مأموما ويصبح الرئيس مرؤوسا يعني قال أو عقد الولاء والبراء على أساس هذه المقولات الذي يفضي إلى تشقيق الأمة وجعلها شيعا وأحزابا اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين الخلاف العقدي طبعا من كيف ينشأ كما ذكرنا التعصب على أصول كلية بدعية يعني كيف أصبح الخوارج خوارج نعم لأنه تعصبوا على أصل التكفير بالذنب كيف أصبحت المعتزلة معتزلة تعصبوا على أصولهم الخمسة كيف أصبحت الرافضة رافضة تعصبوا على جملة من الأصول والقواعد الكلية البدعية التي خرجوا بها عن أصول أهل السنة والجماعة الباعث على الباعث على هذا الاختلاف في الجمله الجهل بمقاصد الشريعه الاخذ فيها بالنظر الاول يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. القدر الجامع بين اصحاب هذه المذاهب الاعتقاديه المخالفه للسنه الغلو في الدين اياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، الجامع بينهم التعصب والبغي على المخالف التعصب والبغي على المخالف الجامع بينهم عقد الولاء والبراء والمدح والذم والحب والبغض على مذاهبهم وعلى مقولاتهم الفاسده، الجامع بينهم الوقيعه في علماء الامه نعم وتطاولهم على اهل السنه ومن الكلمات الحافظ ابن عساكر كان يقول: اعلم ان لحوم العلماء مسمومه وان سنه الله في هتك استار متنقصيهم معلومه وان من اطلق لسانه في اهل العلم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. والوقت انتهى فنقف عند هذا القدر وعلى امل اثناء النقاش والحوار نكمل باذن الله. جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله جزاكم الله خيرا دكتور صلاح بارك الله فيك دكتور صلاح بارك الله فيكم أكرمكم الله وعزكم ورفع الله شأنكم ونفع الله بعلمكم إن شاء الله as I promised the brothers who were in line before uh, إن شاء الله to stand in line إن شاء الله line up إن شاء الله line if you don't mind and إن شاء الله we'll start so the brothers who were in line please

هل يجوز تأجير أماكن وقف سيارات تابعة للمسجد لغير المسلمين لمتابعة المقابلة؟ مع العلم أن إن شاء الله بندعوهم ونعطوهم القرآن. السؤال الأول. والسؤال الثاني بيع الكتب في مكتبة المسجد. هل مكتبة جزء من المسجد؟ وبيع الطعام عند مدخل المسجد. مع العلم أن نستعمل المدخل في صلاة العيد. لا نستعمله في الصلوات الخمس. والصلاة وراء الزيدين؟ هذا السؤال الثاني إن شاء الله، جزاكم الله خير. الصلاة وراء مين؟ الزيدين الزيدين حاضر. بالنسبة لتأجير المواقف، يعني المواقف من مرافق المسجد وليست من المسجد. يعني وإذا كان تأجيرها أنت لا أنت لا تؤجرها في يعني لا تؤجرها في معصية. فتأجيرها لكي تكون مواقف لكي تدر لك بعض المال ينتفع به المسجد أرجو أن حرج في ذلك إن شاء الله بيع الكتب وبيع الطعام برضو عايزين نحن نريد أن نتفق طبعا ما ينفعش أن نتاجر أن نبيع ونشتري داخل المسجد بس لازم نتفق ما هو المسجد المسجد المكان الذي خصص للصلاة المرافق والملحقات الخارجية ليست منه الحمامات ليست من المسجد صح ولا لا والحمامات هي مباشرة بجوار يعني بجوار الصلاة يعني قاعة الصابرة تطلع برا كلاب تلاقي طوال الحمامات هل الحمامات من المسجد لا ليست منه فلا بد أن نفرق بين المسجد المكان المخصص للصلاة والمرافق الملحقة به المرافق الملحقة به لك أن تبيع فيها وأن تشتري وأن تجلس المرأة الحائض وأن تمارس فيها يعني كل المناشط الحياتيه المشروعه بالقدر الذي لا يشوش على المصلين الذين داخل المسجد بارك الله فيك الصلاه وراء الزيدية سؤال جميل يعني ان اهل البدع ليسوا سواء ان اهل البدع ليسوا سواء نعم فمنهم الرؤوس والمنظرون والايات والشيوخ الكبار وفي المقابل منهم العوام واشباه العوام الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وما بين هؤلاء واولئك مراتب اما ان يكونوا الى مرتبة الشيوخ اقرب او الى مرتبة العوام اقرب. وينبغي ان يعامل كل فريق بما يستحق، فلا تجمع بين مختلفين ولا تفرق بين متماثلين. وقد جعل الله لكل شيء قدرا. كم نفصل القول فيه فاجاد في ابن القيم في كتابه الطرق الحكميه في السياسه الشرعيه وتحدث فقال ان عوام اهل البدع لا يكفرون ولا يفسقون لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم. احنا عندنا عوام اهل سنه مش فاهمين عن السنه حاجه، صح ولا لا؟ في عوام اهل بدعه مش فاهمين عن البدع حاجه، ونفس هذه هذه من جنس تلك لا فاهم سنه ولا فاهم بدعه. هو عوام هم هم كده طلعوا في منطقه ده حالهم بهذه الصوره، اذا كان هذا هو الحال فيعني في يعني لسنا نتكلم عن امثال هؤلاء لا ينبغي ان تحمل العوام يعني تبعت واوزار المنظرين والشيوخ والكبار وكذا وكذا. ف... وانا كنت حاضرا في الحرم المكي في 1981 وكان أحد شيوخ الحرم أحد أساتذة العقيدة في جامعة أم القرى بيدرس له كرسي في الحرم فسأله أحد الناس عن حكم لباضية لباضية كما تعلمون فرقة من فرق الخوارج فقال له يا شيخ حكم لباضية إيه؟ قال له لباضية اللي في الشارع ولا الإباضية اللي في الكتب؟ الإباضية اللي في الكتب فرقة من فرق الخوارج اللي في الشوارع يا ابني أخلاط وأمشاج ليسوا سواء طبعا. فانا ارجو ان نستصحب هذا التفريق. البعد الثاني بارك الله فيكم ان عندنا قاعده لازم نقولها ونستوعبها كويس. من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. ان كان الحديث عن الصحه والبطلان احفظ هذه القاعده من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. لو صليت حول اباضي صلاتك صحيحه. صحة وبطلان لكن احنا ما يعني نحن لا ينبغي ان احنا نرتب مساجدنا بحيث نقدم فيها اهل البدع، طبعا ما ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نعم وان ولايه امور الناس من اعظم الامانات وقد قال نبينا لابي ذر انها امانه وانها يوم القيامه خزي وندامه. نعم الا من اعطى حقها الا من ادى الذي عليه يعني الا من اخذها بحقها ثم ادى الذي عليه فيها فان كنا في مقام الحديث عن الصحه والبطلان فكل من ثبت له عقد الاسلام نعم ولم ياتي بناقض من نواقض الصلاه المجمع عليه صلاته لنفسه صحيحه ثم تكون صلاته لغيره صحيحه من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. طيب كيف تصح صلاته لنفسه؟ ان كان مسلما اذا لم ياتي بناقض من نواقض الطهاره او الصلاه يكون مجمعا عليه. فيما عدا هذا الصلاه الصلاه الصحيحه. يعني نحن عندما نرتب امورنا، عندما نرتب مساجدنا ينبغي ان نعرف ان ائمتنا وفدنا الى الله عز وجل. فلا ينبغي أن نقدم إلا من قدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وبعدين أعلمهم بالسنة أقدمهم هجرة أكبرهم سنة يعني على الترتيب الوارد يعني إذا وجد مسجد للسنة في مكان أبعد ينبغي أن تصبر نفسك وأن وأن تتجشم الصعاب لتصل إلى المسجد الأبعد لكي تقتدي بإمام سنة إذا كان المسجد بعيدا وكنت بين خيارين إما أن تترك الجمعة والجماعات أو أن تصلي خلف مبتدع أو فاسق لا صلي خلف مبتدع أو فاسق ولا تترك الجمعة ولا الجماعات الصحابة صلوا خلف من كان يشرب الخمر لأنه كان إماما هو فرض نفسه على الناس عنده أجناد وأحراس وعنده من القوة وزحزحته عن مواقعه فتنته أعظم يعني وماله اكبر فيعني حتى ما صلى بهم الصبح اربع ركعات قال صليت قال لهم عايزين كمان تحب ازود لا لا كفايه كده كتر خيرك كفايه كده فيعني من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره لكننا لا نقلد على امامه صلواتنا من كان معروفا ببدعه او بفسوق الا اذا فرض علينا واصبح واقعا لا سبيل الى دفعه الا بفتنه الراجحه ولم يتيسر مسجد اخر نذهب ليه ولم يكن امامنا من خيار الا ان نصلي في بيوتنا او خلف هذا الفاسق او المبتدأ لا تترك الجمعه او الجماعات من اجل فسق الائمه او بدعهم بارك الله فيكم جزاكم الله خير دكتور صلاح والجو we'll تو ان شاء الله تفضل بدر سلام السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله دكتور صلاح بشكرك على الكلام الجميل اللي احنا سمعناه النهاردة الصبح والحقيقة عندي سؤال بيتعلق بمسألة الناسخ والمنسوخ في القرآن والتي اختلف فيها كثير من علماء الأمة فمنهم من قال أن آية السيف تنسخ 220 ايه في القران من القدماء مثل ابن حزم ومنهم بعد ذلك الامام السيوطي الذي قال بنسخ 20 ايه في القران ومنهم ائمه معاصرين مثل عبد المتعال الجبري واحمد حجازي السقة من الازهر الشريف من قال بلا نسخ في القران الكريم وجميعهم جاءوا بالادله فحضرتك يا ريت تعقب على هذا ودينا الجواب الشافي الكافي وما حكم من يقول بلا نسخ في القرآن هل نبدعه هل نكفره هل نقبله كل هذا جزاك الله خير اللهم اهدنا سواء السبيل أو. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. النسخ حقيقه واقعه يعني سواء ما بين الملل والشرائع او داخل الشريعه الواحده. لقد نسخ القران ما سبقه من الكتب وسبق يعني ولقد نسخ حلاله وحرامه ما سبق من حلال وحرام من سبقنا من الامم. ويعني الذين قالوا بمنع النسخ بين الشرائح هم اليهود ولهم في هذا شبهه ان النسخ يقتضي البداء يعني ان الله قد بدا له شيء كان خافيا عليه انه فوجئ في حاجه ما كانش واخد باله منها فغير كلامه وغير حكمه لما اكتشف الحاجه الجديده دي اللي ظهرت له فجاه وما كانش في حساباته وطبعا هذا من ابطل الباطل و يعني وافسد الفساد لان النسخ لا يقتضي البداء انما يقتضي ان الله جل وعلا انما يتدرج يعني بعباده في التشريعات بما يناسب بما يحقق مصالحهم ويرفع المفاسد عنهم والله جل وعلا قال لهم كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فتلوها ان كنتم صادقين الطعام كان كله حلال ثم جاءت التوراة بقائمة من المحرمات كبيرة كبيرة جدا طب هو ده نسخ والطعام الطعام كان كله حلالا إلا ما حرم إسرائيل على نفسه حرم على نفسه أحب طعاما إليه وأحب شراب فحرم على نفسه لحوم الإبل يعني وألبانها ثم جاءت التوراة بقائمة من المحرمات ثم جاء المسيح عليه السلام بكثير من التخفيف ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطعون يعني داخل الشريعة الواحدة النسخ واقع والقبلة إلى أين كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس فجاء تحويل القبلة إلى الكعبة أليس هذا نسخا نسخ في في, مسألة جوهرية مفصلية محورية في وجهة المسلمين في صلواتهم مسألة ثبوت يعني الكم المعين يعني ثبوت الواحد أمام العشرة وبعدين الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة يعني وجوب أن تقدم يعني صدقه بين يدي النجوى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عايز يكلم النبي يعني على جنب وحده يعمل صدقه، زي عرض حال دمغه اللي احنا اللي احنا بنتكلم عنها في لغتنا المعاصره، ما هو الصحابه كل واحد عايز يقعد مع النبي وحده، لو المسأله دي انفتحت من غير شيء من الضوابط يستهلك وقته كله صلى الله عليه وسلم فلا تبقى عنده ثانيه لخصوصيه عنده. فالله جل وعلا قال إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي صدقات صدقة ثم جاء بعدها التخفيف أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فالنسخ حقيقة لكن في ناس توسعوا في هذا الموضوع يعني توسعا ليس بحميد النسخ ابطال للنص فلا ينبغي أن يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع واستحال. نعم لأن إعمال النصين والجمع بينهما أولى من إعمال أحدهما وإلغاء الآخر. القول بأن آية السيف ألغت 114 آية من آيات الصبر يعني كلام يحتاج إلى يعني إلى مراجعة وقد سبق إلى هذه المراجعة شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول. وذكر ان ايات ان ايه السيف لم تنسخ ايات الصبر. هذه ترتبط بمناطق الاستخلاف والتمكين، وهذه ترتبط بمناطق الاستضعاف والقله. من كان بارض هو فيها مستضعف فليعمل بايات الصفح والصبر والمغفره للذين لا يرجون ايام الله. من كان بارض هو فيها متمكن مستخلف فليعمل بايات يعني فليعمل بآيات قتال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزة عن يد وهم صغرون فالقول بمنع النسخ بالكلية بدعة يعني يعني ومخالف لما عليه السواد الاعظم من جماهير المسلمين، لكن هنا مساله مهمه، يعني ليس كل من تلبس ببدعه اتصف بها يعني, يعني, يعني ليس كل من وقع في البدعة فإنه يكون موصوفا بها فيكون مبتدعا يعني كما أن ليس كل من تلبس بكفر بالضرورة أن يكون كافرا فلا بد من تحقق شروط وانتفاء موانع من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فنحن لا نتكلم عن حكم أشخاص نتكلم عن توصيفات لاقوال وافعال ومواقف. الفكرة هذه التي تقول النسخ مش موجود فسق، انها فكره باطنه. اصحابها منهم المعذورون، المجتهدون، المتاولون، وقد يثابون ثواب المجتهد المخطئ بعضهم، هذا امر يترك بين الل... لا امر لا يتدخل فيه بين الله وعباده. لكننا نقول نحن بالنسبه للفعل للموقف للفكره للمعتقد، النسخ حقيقه قائمه. والقول بانه لا نسخه في القران الكريم بدعه. يعني ايضا بنلاحظ ان في مفهوم النسخ يعني توسع فيه من توسع فادخل فيه التخصيص، التخصيص نسخ جزئي. لكن النسخ الذي استقر عند علماء اصول الفقه انما هو الرفع الكامل للحكم السابق بحكم لاحق تنزل بعده، حدث تداخل بين مفهوم النسخ ومفهوم التخصيص، فهذا هو الذي ادى الى التوسع في استخدام كلمه في استخدام كلمه النسخ، وقد يكون الامر مجرد تخصيص، يعني اضرب مثال والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم ثمانين جلده. الآية التي بعدها والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله. يعني من الناس من قال هذه ناسخة للاية التي خل... لا هو ليس نسخا يعني هذا تخصيص الاية الاولى لعموم يعني من يرمون المحصنات استثني منهم من يرمون ازواجهم فالجمع بينه ان هذا نس ان هذا تخصيص وليس نسخا كاملا للحكم فلا يزال حكم الاية الاولى قائما وممتدا في غير من يرمون ازواجهم فهذه خلاصة القول وللحديث يعني بقية في حديث خاص او في محاورة. إن شاء في. الله. Just so we, have, we have a request إن شاء الله. It was a very important question, but we have general discussion. We have it twice every day or three times every day. So for such questions that are not related to the topic, please إن شاء الله try to delay them to the time of the discussion. That or the general discussion, inshallah. But let us have our, inshallah, questions related to the topic, inshallah, because we don't like to be out of the topic and then get back. It's gonna confuse a lot of people. But we don't say that the question was not important. It's very question, but please, inshallah, make sure that you ask questions, inshallah, that are related to the topic. Uh, we'll go to this side again, inshallah. Oh, your, your turn? I'm no, sorry. Inshallah. السلام عليكم فضيلة الدكتور، جزاكم حبيب. الله خيرا حبيب. كثيرا. السؤال متعلق بالخلافات السياسية في المساجد ولكن يعني الصبر لحظة واحدة أنا أعلم أنه لها مفرد لها جلسة بعد ذلك، لكن الخلافات السياسية مؤخرا يرفعها بعض الناس إلى أو يرقيها إلى معاقد يعني الولاء والبراء والخلافات العقدية خاصة مع دخول الدماء وكذا. وأنا أعلم أن لفضيلتكم جزاكم الله خيرا بعض القواعد الذهبية في مسألة الخلافات السياسية وكيف يتعامل معها الإمام خاصة مع يعني نشوبها الآن في العالم العربي ويعني نعلم ما وصلت إليه الأمور هنالك. فإن كان لحضراتكم يعني تفرقة كيف نضع الخلافات السياسية في إطارها أو يعني هل لها تعلق خاصة إذا تعلقت بالدماء هل لها تعلق بالعقيدة وإحقاق الحق وكذا مع ما ينشا معها من تفريق في بعض الاحوال لو جهر الانسان بان هؤلاء على الصواب وهؤلاء على الخطا فارجو من فضيلتكم يعني بعض اللمحات الخفيفه والقواعد الذهبيه ان تيسر لكم جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير. يعني كان عندنا لهذا الموضوع يعني حول بعض النوازل الدعويه والسياسيه للمساجد وفيها فقرتان الساعة الثانية إلى ثلاثة إلا ربع ومن ثلاثة إلا ربع إلى ثلاثة ونص يعني عندنا ما شاء الله عندنا فقرة ثانية كاملة ثانية حول هذا الموضوع بإذن الله تعالى لكن ما دام السؤال قد سئل فيعني في لمحة سريعة في الجواب في أوقات الفتن التي تتصاعد فيها الأحداث وتحتقن فيها النفوس ينبغي أن تكون كالطبيب الذي يضع الدواء في موضع الداء لا تضعوا الحكمه في غير موضعها فتظلموها ولا تمنعوها اهلها فتظلموهم وكونوا كالطبيب يضع الدواء في موضع الداء نحن يعني اذا لم يسعك ان تقول حقا فاسكت ولا تقل باطلا اذا 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 لم تتمكن من ان تقول حقا فاسكت ولا ولا تقل باطلا هذا هو الحد الادنى يعني المقبول يعني الذي ننصح به يعني ان نكلم الناس عن الجمل الثابته لا عن تحقيق مناطات يعني ان تقول للناس اذا افترق السلطان والقران فلا تفارق القران اذا انقسم الناس الى فسطاطين فسطاط ينتصر لي لمرجعيه الشريعه وفسطاط ينتصر لي للعلمانيه والفصل بين الدين والدوله يعني 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 فلا يراك الله جل وعلا مع فسطاط العلمانيه والعلمانيين يعني على الاقل هذه المعالم تكون واضحه جدا عندنا و يعني اظن ان هذا القدر اذا اكدنا عليه سوف يجمع النفوس لان صعب ان تيمه لا انا مع العلمانيه انا مع السلطان وان نازع القران انا مع كذا من من بدغت به فتنته هذا المبلغ يبقى دي حاله خاصه وعايزه معالجه خاصه لكن مش السواد الاعظم ممكن ان تجمع السواد الاعظم على هذه المعاني على هذه ولاده الشيخ الاسلام يقول دعوه العامه الى الجمل الثابته نعم وتجنب ادخالهم في التفصيلات اللي تدخلهم في سلسله من التمزقات والتصدعات لا سيما في واقع الفتن برضو مساله اخرى نسبيه الخلاف المتعلق بتحقيق المناط المتعلق بتحقيق المناط يعني تنقيح المناطق قد يكون متفق عليه لكن تحقيقه في واقع معين محل جدل ومحل خلاف احنا اتفقنا ان المشقه تجلب التيسير هذه قاعده متفق عليها لكن تطبيقها على مريض معين في حاله معينه منطقه واسعه جدا جدا عندنا طرفان وعندنا بينهما وسط غامض فعندنا طرف ظهرت المشقة بوضوح وطرف آخر اختفت المشقة بوضوح وطرف بينهما وسط غامض يأخذ من هذا بطرف ومن هذا بطرف دائما الخلاف المتعلق بتحقيق المناط خلاف نسبي لا ينبغي أن يكون من معقد الولاء والبراء اتفقنا أن رد الشريعة كفر يعني لكن هل هذه الصورة بعينها رد أم لا؟ هل هذا الشخص بعينه تحقق فيه مناط الرد أم لا؟ دي مسألة فيها دايرة من يعني الخلاف والحديث فيها حديث نسبي وليس حديث وليس حديثا مطلقا. فإن شاء الله أرجو أن نستكمل الحديث في هذا في نظري في يعني عند حديثنا عن الخلاف في المسائل السياسية داخل المساجد بارك الله فيكم. <applause> و... وأختم بكلمة صغيرة يا أحبابي ما دامت الفتنة قد بلغت بنا هذا هذا المبلغ لا تنقل حرائق الشرق إلى الغرب يكفي في الغرب ما فيه من حرائق لا تنقل حرائق الشرق إلى الغرب بارك الله فيك هذه أوجاع مهاجرة إن قلوبنا مع إخواننا من لم يهتم بأمن المسلمين المسلمين فليس منهم لكن يعني الله جل وعلا لم يحملك ما لا تطيق وإذا كنت وإذا كان الناس في محرقة فعلية موجودة هنا فلا ينبغي أن تزيد النار اشتعالا وأن تزيد الفتنة الفتنة وقودا اجعل أولويتك رقم واحد ابنك اللي ممكن ثاني يوم لا الله يفقد اللغة وبعدها يف وبعدها يفقد الدين فالمحافظة على أولوياتنا لا يعني هذا ان ندير ظهورنا لامتنا في مشرقنا المنكوب المأزوم انما يعني فقط ان انا بعمل اولويات بقول اولويتي اللي يسأل عنه اولا يوم القيامه بيتك ادناك ادناك الدائره المحيطه بيك رقم واحد ينبغي يعني ان تكون لها اولويه ثم الاولويه الثانيه لبقيه القضايا الاخرى وسائر اوجاعنا المهاجره بارك الله فيك جزاكم الله خير دكتور صلاح. We have only time for two questions. Two quick questions and two quick answers إن شاء الله. One here and one there. So إن شاء الله I'll start from this side إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرًا. عندي ثلاثة أسئلة صغيرة. الأول: هل هناك فرق بين الخلاف في الفقه والخلاف في القلوب؟ الخلاف في الفقه والخلاف في الفروع؟ في القلوب. بين القلوب يعني الخلاف الخلاف في القلوب والخلاف أيوة. في الفقه ايوه نعم طيب هل نكتفي هل بهذا ونرد عليه ثم السؤال الثاني هل هناك فرق بين الخلاف في الفقه ثم او وبين الخلاف في القلوب وسؤال شعري <applause> سؤال جميل يعني عايز قصيده <applause> احنا دايما نقول حبيبنا ان كسب القلوب اولى من كسب المواقف كسب القلوب اولى من كسب المواقف احيانا في خلاف تعمل روحك غلطان عشان ما تخسرش الطرف الثاني يعني يعني تمثل دور المخطئ اذا ان الموضوع ان كثره الجدل وكثره المراء سوف تفضي الى تناكر القلوب فنقول للناس ان كسب القلوب اولى من كسب المواقف الخلاف في الفقه حبيبنا يعني لا ينبغي أن يصل بنا إلى اختلاف في القلوب لأننا نعلم أن طبيعة هذه المسائل حمالة ذات أوجه تحتمل في الفهم أوجها متعددة وليس فهمي بأولى من فهمك وليس فهمك بأولى من فهمي إلا إذا وجدت معايير موضوعية علمية نحتكم إليها تحكم لهذا أو تحكم لذاك يعني لكن حبيبنا إذا يعني إذا كنا أمام خلاف فروعي للنظر فيه مجال وللاجتهاد فيه فيه, فيه مساغ فلا ينبغي أن أن نخترق به سياج الأخوة الإيمانية لا ينبغي أن يصل به إلى حد أن تتناكر أرواحنا وأن تتغير قلوبنا لأن فساد القلوب وتغيرها أنك على الدين وأخطر على جماعة المسلمين من مجرد الصواب او الخطا في هذه النازله المطروحه للنقاش. نعم. السؤال الثاني هل هل الخلاف يكون عقوبه؟ ومتى تكون عقوبه؟ وما كيف معالجتها؟ الخلاف يكون عقوبه اذا افضى الى نتائج مزمومه. اذا افضى الى الى تهارج الى تصدع الى تشرزم الى الى تغير قلوب الى تنا الى تناكر إلى تناك... إلى تناك الارواح اذا ادى الى هذه المآلات المزمومة كان عقوبه من الله عز وجل يعني اما اذا بقي اصحابه على تفاهم وعلى يعني وئام يبقى باب من ابواب التوسعه والرحمه على الامه اجماعهم حجه قاطعه واختلافهم رحمه واسعه يعني الخلاف قد يكون باب من ابواب الرحمه لانه سوف يثري المساله التي تناقش وسوف يفتح مجالات شتى للتفكير فيها و... ولا يضيق على الامه ويلزمها بموقف واحد، لكن اذا ادى الى ان الناس اصبح يبغي بعضهم على بعض ويعدو بعضهم على بعض ويقع بعضهم في بعض كان محنه وكان فتنه وكان عقوبه. غير يا حبيبي. جزاك الله سو، وي هاف 2 مينيتس ون هاف 1 مينيت فور ذا كويستشن اند 1 مينيت اند هاف فور ذا انسر ان شاء الله, الله. <إم> جزاك الله خيرا يا دكتور آه اخي الفاضل بس اتاكد يعني القول الشاذ متى يقال القول شاذا اذا كان الشخص اللي يفتي هو في اهل الاجتهاد فانت تفضلت في خلال محاضره قلت يعني لا نؤثم احدا انما نخطئ آه الاخر فإذا كان نقض الوضوء للشافعية رأي وللأحناف رأي فهل الواحد يؤثم الآخر إذا كان ال ال الاجتهاد على نصف القرآن الكريم فهل الأولى أن نقول هذا رأي وقول آخر فيه نظر أو نقول أن هذا خطأ وهذا صحيح أحسنت يختلف الجواب باختلاف طبيعة المسألة يختلف الجواب باختلاف باختلاف طبيعه المساله. والقاعده تقول وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. ان كان للخلاف حظ من النظر يعني وله تعل وله تعلق بالادله يعني يعني فقد نخالف اصحابه لكن يبقى خلافا معتبرا. لكن اذا اذا كان الخلاف مجرد توهم او معتمد على دليل باطل اصلا يعني مثلا عندما يعني اذا وجد من, من ينتسب الى السنه الى الان من يقول بحل نكاح المتعه يعني لابد ان نقول ان هذا إن, ان ان هذا الكلام خطا ان هذا الكلام باطل ان ان هذا القول وان يعني نسب الى بعض المنتسبين الى السنه فهو قول شاذ وقد ثبت رجوعه رجوعه عنه عندما ياتي من يقول فوائد البنوك مشروعه وجائزه ويسخر كل وسائل الاعلام لتسويق وترويج هذا المعنى. لا نملك الا ان نقول ان هذا القول باطل، هذا القول مردود، هذا القول وليس بالضروره ان يكون صاحبه يعني مجرما وان يكون صاحبه اثما. يعني قد يكون هذا مبلغه من العلم، لا علاقه لنا بتاثيم اصحابها، انما نحن نتحدث فقط عن توصيف الاقوال والافعال والمواقف. المشتهرات من المسائل. التي يقال ما هذه ما هذه زيغة الحكيم زلة العالم إذا زل العالم زل بزلته عالم يعني إن على الحق نورا يعني وإن لله واعظا في قلب كل مؤمن الفرق بين هذا وبين ذاك ما هو العامة يعرف دي زلة ولا هي زلة زي إنه يرجع إلى كتب أهل العلم ويعني ويقرأ فيها فسيد الخلاف المعتبر يعني مثبت في تراثنا وفي فقهنا والاراء الشاذه والزلات مثبته كذلك وما اعجزه وما لم يستطع فهمه فانه يسال به عالما فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يعني لكن في الخلافات المعتبره نقول ما نحن عليه صواب يحتمل الخطا وما عليه غيرنا خطا يحتمل الصواب. لكن إذا كنا أمام قول الشاذ باطل منكر فهنا لابد لك من وقفه بارك الله فيك. جزاكم الله صلاح. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله, عليكم السلام السلام الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في المساجد والمراكز الإسلامية نجد أتباع المذاهب الفقهية المختلفة فهناك جمهور يعني للمذهب الواحد فهل لإدارة المسجد أن يسلط هذا المذهب الذي يتبعه معظم المجمو... الناس الذين يحضرون هذا المسجد هل لإدارة المسجد أو للإمام أن يسلط هذا المذهب الفقهي الوحيد على الباقين لو يح يحرجون يعني الباقين ولا يجدون يعني انتسابهم الى هذا المذهب. جزاكم الله خيرا على السؤال لكن كلمه تسليط المذهب هذه كلمه قويه لانها تسليط السيف. أظن ان بس والله المثل. انا سعيد بهذا السؤال لان هذا السؤال كان ينبغي ان يسال ان يسال من البدايه ولن يكتمل عقد الحديث في هذا الموضوع الا باجابه هذا السؤال لان ده ده فعلا سؤال مباشر اذا كان الامام يعني رجل قدم من الشام شافعي المذهب وجاء الى مسجد فيه اخوان من باكستان وهؤلاء احناف والمسافه في مسافه ما بين المذهبين يا ترى يعمل ايه؟ القاعده يقول لك انا امام وانا صاحب القرار الامام يطاع في موارد الاجتهاد أحسنت يا سيدي وسلمنا لكن أيضا مراعاة القاعدة العريضة التي تصلي خلفك التي تستوحش من فقه لم تألف وتستوحش من تطبيقات لم تسمعها ولم تتعامل معها من, من, من قبل وإحنا لسه بنقول قد يترك العمل بالفاضل والراجح ويعمل بالمفضول وبالمرجوح مراعاة لمصلحة الائتلاف فالمسألة تحتاج إلى تدبير سياسة شرعية بما يحقق المصالح ويدفع المفاسد ويجمع القلوب ويدفع تناكر يعني الأرواح واحتقانات النفوس ونحوها فالقاعدة الأصل الديفولت أن الإمام يطاع في موارد الاجتهاد لكن حديثنا إلى الإمام نقول له انتبه ما أنت في النهاية ما تخليش الناس حتى لا يصلي الناس خلفك وهم كارهون لك، فكون من اما قوما وهم له كارهون، فانت عايز توائم بين هذه وتلك. ما هو اذا يعني يعني حتى عندما يقولون عندما تختار المذهب تختار من المذاهب ما توافر شيوخه وما وما توافرت كتبه، ما هو من النكد ان انا انشا في مكه واصر على دراسه المذهب الحنفي يا اخي كل اللي حواليا كل اللي حواليا حنابله شيوخ الحنابله موجودون كتب الحنابله موجوده دروس الحنابله موجوده الجامعات بتدرس فما ينفعش اني ابقى اقول انا الشريك المخالف مش هجرى هنا الا فقه ابو حنيفه واللي مش عاجبه يركب على خيله ما ينفعش إذا كنت في الشمال الافريقي الكتب الموجودة كتب يعني المذهب الملكي الشيوخ الموجودين شيوخ المذهب الملكي فأنا أتعلم الملكية في هذا المكان لتوافق الكتب والشيوخ والمراجع فإذا نشأت في منطقة باكستان يعتدث يعني المذهب الحنفي لتوافق الكتب والشيوخ وفي النهاية أنت لست أسيرا مطلقا لهذا المذهب إذا صح الحديث فالحديث مذهبك وهذا كلام المشايخ نفسهم وكلام الائمه انفسهم فيعني يعني لابد من اعمال تدبير السياسه الشرعيه كل امر يكون معه الناس اقرب الى الصلاح وابعد عن الفساد. وكل موقف تجتمع به القلوب وتج يعني ما دمنا لا نجتمع على باطل صريح ما دمت المساله فاضل ومفضول وراجح ومرجوع Allah. so inshallah we'll have a break for like uh, inshallah five minutes and we'll get back inshallah to a very important topic inshallah for dr arhabi and also after that we have dr Al-Qudah. so please inshallah we have only five minutes please be back on time inshallah after five minutes exactly